في جيل السبعينيات الذهبي برز اسم يسري أحمد مع نجوم الاتحاد عرابي ومحي عثمان والبابلي وبوبو وطلعت يوسف وسيد كروان وشحتة وفكري مرسي ورزق نصار وعبد الفتاح الجارم. هذا الجيل الذي أعاد زعيم الثغر لمنصات التتويج وتألق محليا وإفريقيا. ما لعبتش ناشئين في نادي الاتحاد، جيت قعدت سنة كده اختبارات مع كان في فريق 20 أو فريق المستقبل، ومن خلال السنة دي اتصعدت للفريق الأول. أنا لعبت كل الماتشات الأفريقية في أديس أبابا، في تنزانيا، في الكاميرون. كان زمان يلعبوا أوفرات ياما، أنا كنت جسمي جامد وأطلع مع الكوع، كنت واخد كله ومخلص كله. اتعرض على الدكتور القاضي في نادي كانون يا ويندي إن أنا أمضي هناك. الدكتور القاضي قال لهم ولا بالكاميرون كلها. جينا مصر لقيت نفسي قاعد، فجبت لهم الجرايد قالوا لي لا دي باللغه الفرنساوي ما تنفعش. كان في اتنين عظماء الله يرحمهم، كان في كابتن بوبو والكابتن علي الكيلاني. كنت اما تقعد تبقى سعيد ان انت قاعد للناس دي، ناس تفرح وناس اسامي كبيره وناس منتخب مصر، فانت تبقى قاعد فرحان ان انت قاعد للناس دي. كابتن بكر، لا 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 كانت لعيبه ما شاء الله ما شاء الله. كابتن كيلاني كابتن الفرقه، وكابتن بوبو صاحبها. كابتن بوبو ده تاريخ ومش هيتعوض ومش هيتكرر. وبعدين الكابتن علي الكيلاني من احسن سردباكات يمسكوا الكوره جوه البلانت اريا ويلعب، وهو علمني كده الله يرحمه، ما تطفش، امسك كوره ونزلها للناس اللي قدامك. كانت لعيبة بتفهم بعض، دلوقتي ربنا يسهل والدنيا تقوم على حالها يا رب. ولد يسري محمد أحمد في 9 مارس 1948 في حي محرم بيك، وبدأ ممارسة كرة القدم منذ نعومة أظافره قبل أن يتحقق حلمه وينضم لصفوف القلعة الخضراء، ثم يصعد للفريق الأول بداية حقبة السبعينيات. إنها حقا عائلة كروية، وصف ينطبق تماما على هذا النجم، لما لا؟ وهو الشقيق الأصغر لنجم المحلة الكبير عادل أحمد، وهو كذلك خال للثنائي الهداف أيمن شوقي وأحمد ساري نجم الأهلي والزمالك والأولمبي والاتحاد ومنتخب مصر السابقين. أيمن شوقي لعبها جوه جون جوه جون أيمن شوقي جوه جون أيمن شوقي ملعوبة حلوة 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 حلوة. إحنا عيلة كلها رياضية، معروف عن العيلة إن هم كلهم رياضيين. تبدأ من الكابتن عادل أحمد، ده الأخ الأكبر، ويسري أحمد وأيمن شوقي وأحمد ساري وإكرام يسري ومحمد يسري، بس دلوقتي بيلعب في إيطاليا هو. الكابتن عادل أحمد كابتن فريق غزل المحلة ومدرب فريق غزل المحلة في عصرها الذهبي، وخد بطولة الدوري وهو مدرب مع مستر إيفان. أيمن شوقي من الكروم للنادي الأهلي. أحمد ساري من الأولمبي لنادي الزمالك، وأكتر واحد لعب في أندية في مصر أحمد ساري، وختمها بنادي الاتحاد. إكرام يسري النادي المصري وبرضه لعب في أندية كتير. حمادة يسري في حرس الحدود كان السواحل الأول مع الكابتن محمد عمر أما صعدهم، وبعدين سافر إيطاليا حرس مرمى هو. وشريف في النادي الأولمبي. وكده بدأت بقى العيلة تقفل على كده ونطلعوا أجيال صغيرة وربنا يسهل لهم إن شاء الله. كابتن كمال السباخ ده تاريخ تاريخ ومش هيتكرر. كابتن كمال كان دايما يحط في التدريب واحنا في اوضه اللبس عارفين ان هو بيكتب التمرينات في ورقه، فكنا لعيبه لها العجب. خدنا منه الورقه، نزل الملعب كل شويه يسقف ويدور في جيوبه. وبعدين الكابتن شحته راح جاب الورقه من بوبه وبدأنا التمرين، واحنا كنا الشقاوة دي موجودة. انما تدخل اوضة اللبس انتهى الفيلم. الكابتن كمال السباخ كان جبروت وكان ابونا وكان مربينا. مرة كابتن كانت ايامنا احنا كان السوالف والشعر الكبير، قال اللي مش هيجي بكرة حالق الحلاق هيبقى هنا.
دلوقتي مفيش مدرب يقدر يقول لعيب كده، ده عاملين ضفاير دلوقتي الموضة اللي طالعة الستايل الجديد. زمان كان الكلام ده لا تحلق يعني تحلق. الدنيا اتطورت دلوقتي بيحطوا جل ويعمل تسريحة الهدهد، هي الموضة اللي ماشية جديدة في البلد. مع سيد البلد ساهم يسري أحمد في فوز الاتحاد بكأس مصر عامي 73 و 76 على حساب الأهلي، وحقق المركز الثالث في الدوري موسم 76-77، كما لعب لمنتخب الأسكندرية وسافر معه للعديد من الدول العربية والأوروبية كرومانيا. دخلنا الاستاد خوفنا، شكل المدرجات يخوف وأعلام حمرة تخوف، لكن في بقى الجماهير اللي بقى شماريخ والكلام، لا 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 لا، كانت جماهير محترمة جدا كل، وماشي من هنا جماهير من اسكندرية كتيرة قوي. الحمد لله الخوف راح في الملعب، لأن كان معانا ناس بتفهم ازاي تهدي اللعيبة، الكابتن شحتة، كابتن بوبو، كابتن علي الكيلاني، اهدم ما تحطش ودنك للجمهور، خليك في الملعب. كانت ناس تعرف تهدي ازاي لحد ما يضيعوا، يعني شتموا عرابي، عرابي كده الله يرحمه جات له دوخه كده، كابتن شحته بقى يضربه بالقلمه لحد ما فوقه وانتهى وخدنا الكاس والحمد لله. واحنا قبل ماتش الكاس خدونا، رحنا السيده زينه دعوات بقى وربنا يكرمنا وعشان جماهير اسكندريه، واحنا واقفين قدام المقام بتاع السيدة زينب كده دعينا وبنلف لقينا بتوع الاهلي، لقيت الكابتن فتحي مبروك ورايا ربنا يديله الصحة، قلت له احنا اللي جينا الاول، قال خلاص ماشي ماشي، وكانت وخدنا الكاس والحمد لله. جايين في المجري كل حتة لقينا فيها جماهير، دمنهور، بنها، اسكندرية، وبعدين في اسكندرية تشالنا كل واحد راح حتة مش عارفين احنا فين. انا مثلا رحت حته حي غيت العنب انا والكابتن احمد خليل، كابتن سيد كراور شالوه لحد بحري، الكابتن بوبو شالوه لحد ما جابوه النادي، اتوزعنا كلنا لحد ما جينا لقينا النادي حفله ما شاء الله حاجه، والملعب ده مليان، كان ملعب كبير بقى. وبعدين 1914 ده تاريخ نادي الاتحاد، احنا دخلنا في 100 سنه، لازم رجال الاعمال، اسكندرية زي نادي الاتحاد زي الاهرامات، فلازم اسكندرية تجتمع على عمل مئوية تليق باسم نادي الاتحاد. وعلى عكس معظم ابناء جيله الذين اتجهوا للتدريب او الادارة، فضل يسري احمد الابتعاد تماما عن كرة القدم منذ اعتزاله بداية الثمانينات، واكتفى بتشجيع الاتحاد، شأنه شأن معظم ابناء عروس المتوقع.